صبح عليكم بالخير والنور والسعادة مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا من خلال شاشة تلفزيون البحرين. مشاهدينا بنطلع عليكم اليوم من خلال حلقة جديدة من شمس البحرين ومع فقرات ومواضيع صباحية مختلفة، وأكيد أصبح على زميلتي منال. صباحك الله بالخير والسعادة منال. صباحك نور وسعادة عاشة، وحياكم الله مشاهدينا ومع صباح جميل وجديد علينا. خلونا نبدأ معاكم أبرز فقراتنا لهذا الصباح. أنا سارة أعرفها لأن شخصياً، فكنت أسمع عنها إن هي تروح وكذي، فقلت لها خلاص أنا أبي آي معاكم وكذي، فبديت تقريباً من سنة. هذه السلطة خفيفة صيفية، طعمها جداً حلو، تمازج الأطعم. مساحة معينة، مساحة صغيرة، بشلون أنت تستفيد منها 100%. وفي حالة إذا كانت المساحة جدا صغيرة، دائما نقول للزبون إذا عندك مساحة أكبر منها تروح تسوي في الخزانة الجديدة، المساحة الجديدة، بحيث أنك تستفيد 100% من المساحة الموجودة. مشاهدينا بعد ما تعرفنا على أبرز محطاتنا لحلقة اليوم، خلونا نروح في جولة إلى أخبار صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 من أكتوبر 2018، ونبدأها مع صحيفة أخبار الخليج. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة يتلقى برقية تهنئة من رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد الخليفة بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2019 إلى 2021. أما صحيفة الأيام فقد نشرت الخبر التالي تحت عنوان ناصر بن حمد: حققت الإنجاز الأهم في مسيرتي وطموحاتي ليس لها حدود، وذلك في حفل التكريم الذي أقيم من قبل اللجنة المنظمة للبطولة بحضور العديد من المسؤولين والمشاركين الذين عبروا عن تهانيهم لسموه على الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة العالم للرجل الحديدي. بخطوات ثابتة تخطو مملكة البحرين تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال الفترة أو المهرجان الشبابي العالمي الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، والذي يعد الأول من نوعه في العالم، بهدف تعزيز أهمية الوعي بين الشباب بأهمية التنمية المستدامة. مشاهدينا للحديث أكثر معانا عبر الهاتف الأستاذة شيخة عبد الله بطي، مدير مركز المحرق الشبابي النموذجي. صبحك الله بالخير أستاذة. صباح النور أختي والسرور. في البداية حدثينا عن أبرز فعاليات المهرجان. إيه نعم، طبعا في البداية أحب أصبح عليكم أختي منال وعايشة، صباح النور والسرور على المشاهدين برنامج شمس البحرين. طبعا مثل ما تفضلتي، أنا برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى راح تنطلق فعاليات المهرجان الشبابي، والذي يعتبر أنه الأول من نوعه لدعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. طبعا من خلال هذه المهرجان احنا نهدف إلى أن احنا كيف نقدر نستقطب الشباب البحريني وشباب من دول مختلف العالم، وهذه راح يكون عبارة عن مساحة مفتوحة نقدر نسمع فيها صوت الشباب وكيف هم يقدرون يساهمون إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. طبعا فعاليات المهرجان راح تكون من تاريخ 21 إلى 25 أكتوبر في مدينة عيسى الرياضية. راح تكون في فعاليات كثيرة ومتنوعة، من أهمها راح يكون في المؤتمر الشباب الدولي على مدى يومين، وراح يناقشون في الشباب أبرز القضايا اللي في المجتمع العربي والدولي. راح يكون في نماذج لجلسات الأمم المتحدة. راح يكون عندنا فعالية اسمها 100 موجه، وهي راح تكون بالتعاون مع دولة الإمارات. جميل. بالإضافة إلى عندنا راح يكون في انطلاقة إلى تغطية أكثر من 38 مدرسة وجامعة، وراح نستهدف من خلال هذه الفعالية 13,000 طالب وطالبة. جميل. وراح يشاركون في تنظيم هذه الفعالية 200 متطوع، وراح نقدم في هذه المدارس والجامعات
أكبر درس في العالم اللي إحنا نهدف إن نوعيهم شنو هي أهداف التنمية المستدامة. أنتوا كطلبة وطالبات شلون تقدرون تشاركون في تحقيق هذه الأهداف؟ وفي فكرة جديدة كذلك راح نقدمها من ضمن الفعاليات، راح يكون في مباراة ترتكز على أن إحنا نخلق الفكرة الروتينية اللي إحنا ماخذينها على المباراة، أن الطرفين يكونون متساويين سواء من ناحية جسمانية أو من ناحية أي اختلاف بينهم. فهذا اللي إحنا قاعدين نوصله حق الناس اللي بتكون موجودة في المهرجان، إن إحنا مستقطبين فئة من الناشئة وفئة من ذوي الاحتياجات بيكونون من أطفال متلازمة الداون، وراح نشوف إن شلون تكون المباراة، لأن إحنا نبي نحقق فرصة متساوية للجميع إن أهما يشاركون في هذه المهرجان. راح يكون في استديو لأهداف التنمية، وراح نستقبل فيه ضيوف يتكلمون عن أهداف التنمية. في فكرة جديدة اللي هي يسمونها خطب الياباني بيتشا كوتشا، كيف الشباب يقدر بصوته يوصل القضايا المشاكل اللي يعانون فيها في دولها، ويكون كمنصة للتبادل الشبابي في المهرجان. في عروض أفلام عن القضايا العالمية سواء كانت الفقر، المجاعة، الإجرام وغيرها من مشاكل يشوفها الشباب إن هي من الأولويات اللي لازم إن إحنا نطرحها في هذا المهرجان. وغيرها من إن إحنا راح ندعم المشاريع البحرينية، راح يكون في منصة للفيرتشوال رياليتي اللي هي الألعاب التعليمية بالفيديو، في عروض فنية. فإن شاء الله قد ما نقدر راح يكون هذا المهرجان متنوع ويلبي احتياجات الشباب والعامة. نعم. الأستاذة الشيخة عبد الله بطي، مدير مركز المحرق الشبابي النموذجي، كل الشكر لك أستاذة. مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة فعاليات مملكة البحرين. تنظم جمعية البحرين لمكافحة السرطان مهرجان المشي بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بالسرطان الثدي، والذي سيقام يوم الجمعة 19 من أكتوبر الجاري في مدينة عوالي، بمشاركة ودعم من وزارات ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية. ومن جمعية البحرين لمكافحة السرطان إلى معهد التنمية السياسية، ينظم المعهد اليوم ندوة شبابية بعنوان شباب الوطن يشارك، وذلك ضمن برنامج توعوي أطلقه المعهد بالتعاون مع الجامعات والمحافظات بهدف توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات. شاهدينا، هذه كانت أهم الفعاليات المقامة على أرض مملكتنا الحبيبة. خلونا الحين ننتقل إلى أول فقرة من فقرات حلقتنا اليوم. سايكلينج بيس، مشروع بحريني بالدرجة الأولى، بدأ من الصفر ولا يزال يشق طريقة نحو الانتشار والشهرة بأبسط الأساليب والطرق. فنتابع مشاهدينا هذا التقرير القصير، وبعدها نرجع للحديث حول هذا المشروع بتفاصيله مع سارة السماك، مؤسس مشروع تدريب الشابات على قيادة الدراجات الهوائية. نتابع. حياكم. فكرة حلوة وجريئة، خاصة ان هي تقابل بالعكس، يعني في ناس تنتقد الوضع، بس هي لا، يعني فكرة رياضية حلوة على المستوى، ما بنقول البحرين او الخليج، على المستوى العربي. اتوقع سارة هي اول واحدة كسايكلست ان هي ماخذة الموضوع كفكرة، يعني كمشروع، ما خلت الشيء عندها بروحها، لا عممتها، سوت التدريب ويكلي رايدنج، وما شاء الله بعد نفس ما شفتوا ان هي في مبنى لنا يجمعنا كلنا السايكلست. طبعا ساره هي مخصصه بس للبنات، ففكره حلوه. دشيت معاهم من سنه تقريبا، بس هي بادي المشروع من قبل، ويطلعون مجموعه بنات على السايكلينج، سوينا تمارين حتى حق الاشخاص اللي ما يعرفون يمشون سيكل،
ممكن هي تعلمهم تعطيهم بعض الدروس ان تعلمهم شلون يركبون السيكل ويمشونه. طبعا انا سارة اعرفها لان شخصيا فكنت اسمع عنها ان هي تروح وكذي، فقلت لها خلاص انا ابي اي معاكم وكذي. فبديت تقريبا من سنه وبديت في الصيف. انزين، فاحنا عاده في الصيف نبتدي في وقت في الليل نسوي لانه يكون الجو حار، وفي الصيف وفي الشتاء نحول الى الصبح. فالحين احنا الصبح تو بادينا نروح سايكلينج في الصبح. الحديث أكثر مشاهدينا حول هذا المشروع معنا اليوم في الاستوديو سارة السماك، مؤسسة مشروع تدريب الشابات على قيادة الدراجات الهوائية. أهلا وسهلا فيك سارة. أهلا وسهلا. مرحبا فيك، نورتينا. أستاذة، هاي الفكرة الجميلة اللي هي فكرة قيادة الدراجات الهوائية وتدريب الشابات على قيادة الدراجات الهوائية، يعني من وين جاتت هذه الفكرة الجميلة والغريبة يعني؟ أوكي، الدراجة الهوائية بدأت شغفي فيها من أيام أنا كنت صغيرة، اكتشفتها في كندا. فلما جيت البحرين قلت أوكي واخذ سيكل، أبوي طالعني سيكل. قلت له ايه واخذ سيكل، يعني احتاج ان I like this يعني. فرحنا خذيت السيكل، قلت له بسيكل في عوالي على اساس مكان انفايرمنت كلها اجانب، اعرف الكلتشر شويه مثل ما يقولون المجتمع شويه ما بدي ما يعني شويه متحفظين على سالفه الموضوع ان ابني تركب سيكل واذا متحجبه او بحرينيه. فبديت اسيكل في عوالي، كان عندي جروب من الاجانب اسيكل وياهم شويه شويه، قمت اطلع على الشارع. بعدين شفت إنه أوكي بديت أدخل ريسات، أدخل بديت التدريب، بس اكتشفت إنه في مجموعة من الناس اللي يرتاحون لما يكونوا بس بنات. فقلنا ما في ولا شيء في البحرين حق البنات بس. فبدينا سايكلين بيز اللي هو رايد نطلع طلعات على السيكل كلنا بنات، ما عندنا ولا صبي ولا شيء يعني، يمكن يجون يصورون بس ما في شيء ثاني يعني. زين، ونطلع كل مرة في مكان. في المميز في الناس سايكلين بيز إن كل مرة نطلع من اللوكيشن، فنروح المحرك يعني نلقى المرة على شي البيت اللي تبنيه. لازم بيت محرك تكلميني استاذة عشان اطلع معاكم. انا كنت سائقة جيدة للدراجات الهوائية، بس مرة اللي شوف كبرت شوي اخترابت يعني، قمت ما اركب الدراجات الهوائية، احس صرت ما اعرف. فهل يعني هي لها تكنيك معين؟ اي سو الواحد لما يتعلم الدراجة دائما عندهم النظرية ان الواحد لازم يتعلمها هو الطفل. خطأ، الواحد ممكن يتعلمها على كبر. يعني أنا علمت وايد بنات اللي هم عمرهم حتى 60 سنة أول مرة يركبون سيكل، فكل شيء جائز. بس ممكن أنت اللي أنت ما نسيتي مجرد بعض الأحيان الارتباك أو مثلاً التكنيك مال السياكل، لأن إذا ما ركبتي عدل على السيكل، ما استخدمتي البريك عدل، ما استخدمتي مثلاً البالانس عدل، ممكن يضيف على التخرع، خاصة لما الواحد يصير خلاص أم يروح يفكر في أشياء ثانية، يقول لا 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 ما فينا شيء نطيح نتعور وما ليش. وهي التفكير متداول عند البنات. فبالدورات اللي إحنا نسويها أسويها لهم بشكل مبسط، إن الواحد شلون يكتشف التوازن ماله، شلون ممكن يبني عليه، شلون ممكن يطلع على الشارع ويكون ماشي خط سيده ما يصير كذي. شلون عن اقبال البنات البحرينيات بالذات على هالمشروع؟ Very good question. احنا لما بدينا سايكلينج بيز توقعنا اجانب بيون، لان احنا كل مره في مكان، كل مره نسيكل رحنا المحرق، رحنا الرفاع، رحنا السهله، رحنا الهمله، الجسره، يعني بديع، كل مكان نروح على السياكل. فتوقعنا الاجانب يقول الله وناسه نروح نصور وطلع الصبح. بس اكتشفنا ان اكشلي البنات اللي يجونا بحرينيات اكثر، فنسبه البنات البحرينيات جميل. اي فبنات اللي ما يروحون الجيم ما متعودين على اللي يروحون الجيم يتدربون، فيو اول مره يتدربون كانوا عندنا بالسيكل. فشوي شوي صاروا كل سبت ويانا، يعني كل يوم ويانا، كل اسبوع ويانا، ما يطلع ما يعرفون مثلا يفوتون الطلعه. شوي شوي بنى في السيستم مالهم، فخلاص الحين صاروا مثل ما يقولون مسيكلتشين يعني. فهاي الشيء الحلو كان يعني ان كل مره لوكيشن شديد انجويت يعني.
جميل، هل واجهتوا معوقات او مثلا تعليقات سلبيه اثناء عرضكم للمشروع في وسائل التواصل الاجتماعي؟ اي احنا طبعا اول ما بدينا السايكلينج بيز يعني انا بتكلم بس عن السايكلينج بيز، قبل يعني انا مشيت في شوارع بحي 11 سنه، فيعني مرينا في مواقف، مرينا لما كنا مثلا انا بروحي البنيه الوحيده في الجروب يقعدوا يصورونا يشوفونا متحاجبه يصورون. ده شيء غريب على المجتمع، شيء كلش غريب. او مثلا لما نروح نصور في اماكن عامه ما اتكلم عربي، اسوي روحي كلش ما اتحكى عربي يعني، فاتحكى انجليزي وما حد يقدر يصيدني انا بحرينيه. فيعني على اساس انه ادري بتحكون علي، وبالفعل من اتحرك على السيكل يقولون هاي بنيه شكلها عربي وعلى سيكل. الشكل يبين. اي بالضبط الشكل بالضبط، يعني ابي لها صوره شكلها شوي بس ما ينفع وياي. فيعني شوي شوي كان عندنا مشاكل في السايكلينج بيز. او ما بدينا طبعا الناس قالوا ايش بس بنات، النسبه اللي يسيكلون صبيان اكثر اكيد انتم ما بسرعه. بدينا 5 بنات، الحين في الرايدات مثلا يوم الاربعاء تشوفين 40 بنيه على سيكل ما شاء الله. فيعني اتس جروينج، يعني الناس اللي كانوا يقولون هاي فقلت اوكي شفتوا الناس كانوا يبون يكونون بس بنات، اتس نيو انفايرمنت، شيء بسيط شيء جديد عليهم، فساعدهم فاستانسوا عليه. تعرفين شيء جديد على حق الرياضه. بما ان قاعد نتكلم عن الشيء الجديد yes. خل انضم حق شنو الشيء المميز في مشروع ساره السماك. طبعا احنا سوينا خطوه جديده اللي احنا فتحنا بيتنا في على شارع بدايه حق المسيكلشيه اوكي، فسوينا سايكلينج بيز هوم، لان هاي بيت لكن حق الناس اللي يركبون السيكل في المكان مفتوح، فاتحينه حق الناس يجون مثلا حاطين اجهزه الكوفي ماشينز مالتنا يسوون الكوفي مالهم، عندنا الناس يدربون، فالمكان تعرفين اتس فريندلي اساس الناس يجون معانا. طبعا احنا الناس يخافون مثلا المبتدئات لما يجون عندنا يقولوا احنا مبتدئه ما نقدر كذا، ممكن عادي ويانا سياره تقدرون مع السياره تركبون في السياره اذا تعبتوا تركبون فيها يعني فلا تحاتون. فهاي اللي مثلا الثقه اللي صادتها. بعدين نرجع للسايكلينج بيز هوم، يستانسون انه يقدرون يقعدون يسولفون يشربون كوفي اذا يبون. وايد صاير عندنا نحتفل بعيد ميلادات، وايد صايره هالايام يعني. جميل. يوم اليوم بعد عندنا عيد ميلاد ما اقول بس ياس. جميل. ذكرتي ان العدد زاد عندكم في الفريق، فهل هناك وعي او مثلا خطط لتعزيز الوعي في المجتمع البحريني بمثل هذه الرياضات؟ ايه طبعا احنا لعبه السيكل مالتنا لازم تكون على الشارع. طبعا اللي يلعبون سيكل حق ريسات وما شلون احنا من نتدرب تشوفونا دائما في الزلاج، عايشين في الزلاج، نشذي حاطين الساينس مال السياكل. لكن احنا الهدف من سايكلينج بيز ان احنا نفرض نعطي الوعي حق الناس ان شلون المسافه اللي تركونها بينك وبين راعي السياره. طبعا هالوعي تو قاعد يصير، يعني بتشوفين الناس مساكين يطوفون عنا بس هم ما يدرون هم ستيل يعني قريبين منا، بتشوفين يطالعوننا عبالنا اعطونا مسافه نطالعهم اوكي يعني شكرا لكن انه يبينا بعد مسافه شوي اكثر يعني على اساس الهواء ما يحركنا. فتشوفين الناس شوي شوي قاعد يزيدون، يعني مره احنا على رحنا المحرك رحنا كلينا زنجباري، خلصنا من زنجباري رحنا عراد، وديت البنات البحر في عراد هناك واحنا رايدين عند مجمع السيف في المحرك، عشان واحد ريال شافنا قال بو تتاكم عند زنجباري الحين بعد في عراد. لا 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 طبعا انا قلت ما شاء الله لا حسد، بس هو ما يدرون لا لان هو المكان جريب. فضحكت قلت له ياس احنا وايد قريبين. فحلو يعني نتمنى لكم كل التوفيق على هذا المشروع الجميل وان شاء الله العدد يزيد ويزيد. شكرا على تواجدك معنا، نورتينا ساره، فرصه سعيده. مشاهدينا وهذه دعوه لكم ان انتم تمارسون هذه الرياضه، خصوصا الجو هاي الايام قاعد يصير حلو فيساعد للرياضات الخارجيه. نطلع فاصل قصير ومن بعدها نواصل. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا بعد هذا الفاصل. لعبة الكالستانكس هي تمارين اللي تتم بطريقة إيقاعية ومنتظمة باستخدام وزن الجسم للمقاومة وتساعد على مرونة الجسم أيضا، والغرض منها مشاهدينا هو مساعدة الإنسان على بناء قوته وتحمله ومرونته من غير أي معدات. معنا في الاستوديو المدرب محسن خليل اللي راح يعرفنا على أهم هذه الفعاليات. صباحك الله بالخير كابتن. صباح النور، شو اخبارك؟ الله يسلمك. لو تعرفنا اكثر عن هذه اللعبه اللي هي الكالستانكس. لعبه الكالستانكس نفس ما قلت. حياك. شكرا. زين لعبه الكالستانكس نفس ما خبرتين هي عباره عن تقويه العضل، تزيد المرونه، تزيد لياقه البدن، وما نحتاج اجهزه ولا شيء، بس انا نعتمد على وزن الواحد يعني. وهي حق الكل
ووايد يعني تساعد الناس إن تفهم شلون العضلات تشتغل وتزيد توعية النفس ويعني تخلي الأورام يستونسون يعني نتوازن على اللياري نتقلب نتشخلب ف it attracts people يعني. جميل، هذه اللعبة تعتمد على قوة العضلات وليس حجم العضل، صحيح؟ صح. كيف ممكن لو توضح لنا وتوضح للمشاهدين؟ يعني احنا عندنا أوادم من 4 سنوات ل 65 سنة في العمر، فما تفرق إذا واحد صغير ولا شايب، أحد عنده خبرة نفس ما هي سارة قالت، ما في شيك إن تبدون متأخرين في الرياضة، فإذا واحد ضعيف شوي متين يبي يخسس وزنه بيزيد عضلاته، نسوي لهم جداول ويمشون على الجدول ويقدموا يعني. جميل، لو ترونا بعض التمارين. إن شاء الله عندنا عصام هنا ويانا اليوم، فبنرويكم بس بعض التمارين. أول تمرين إحنا نستخدمه ونسوي كتسخين هو البايك بلانك، فتنزل عصام. أوكي، هالحركة نسميها البلانك، نرجع بايك ويرجع بلانك. فنسوي على شنو هذه الحركة؟ اي هلا بشرح لك الحين. تقوي الكتف، عضلات البطن، تزيد مرونة الفخذ، وحتى الايادي الرست نقويهم بهالتمرين عشان اذا عقب سنة نبي نوقف على الايادي الرست جاهز ما بنتعور. يعني أنا لاحظت يوم سويت سيرش على هذه اللعبة الغريبة شوي، خلينا نقول لاحظت أن كل اللاعبين اللي يلعبون هذه اللعبة بنيتهم ضعيفة. صح. فهذه اللعبة ما تعتمد على قوة العضل أو حجم العضل. لا لا، فهو عندنا يعني عندنا وادم يعني كان عندي واحد وزنه 110 ما شاء الله عليه. ما شاء الله. بعد كان يقدر يتوازن. جميل. فهو يعتمد على الواحد، إذا أنت تين كإنسان يعني جديدة ما تعرفين شيء عن الرياضة، شوي شوي نخليك تسوين تمارين بسيطة مال بيجنرز، عقب كل 3 أشهر تصيرين بروجرس وبروجرس وبروجرس، لأن الجسم لازم يتعود على هالشيء. نفس ما إذا نقط ياهل في المدرسة أول يوم بيصيح بيتعور، ما أدري مو بيتعور أنا بس بيكون خايف، فالجسم بعد بيكون نفس الشيء من داخل الجسم قاعد يصيح لأنه قاعد يتألم، المفاصل قاعدة تصير كنديشن، فشوي شوي بتتعودين على الوضع وعقب سنة سنتين تشوفين روحك ما شاء الله في مستوى ثاني. جميل، لو تشوف تمارين ثانية إن شاء الله. فأول تمرين كان البايك بلانك حق الكتف والبطن والفخذ، ثاني تمرين بيكون الكوماندو بلانك، هاي بتساعدكم على البوش اب. فعصام تقدر تروين بوش اب واحد، اللي ما يقدر يسوي هاي يسوي الكوماندو بلانك اللي هو الاول واحد. اي هذه هو. واذا كان هالتمرين صعب سبب الم حق احد تنزلون على الركبه التمرين يصير اسهل، ما بيكم الم في الظهر. كابتن، مدى اهميه هذه التمارين على جسم الانسان؟ تمارين وايد مهمه، لان احنا يعني قبل خلينا نقول 100 سنة ما كنا بس نقعد ونسوق سيارة ولا نسوي شيء، فكلنا كنا نتحرك نمشي، خلينا نقول حتى في البحرين إذا أحد يبي يروح من المحرق للمنامة لازم يمشي على الأقل 2 أو 3 ساعات، فتساعد على زيادة المفاصل والحركات اليومية، لأن هالرياضة ما نستخدم أوزان، كل شيء يعتمد على جسم الواحد على الوزن الواحد، فوايد مهمة حق الأوادم اللي عندهم آلام في الظهر، آلام في الركبة، آلام في الكتف، لانه دائما لما نروح حق علاج طبيعي يقولون لنا لا لازم نسوي لكم دراي نيدلينج ولا نسوي لكم مساج، بس في وايد من الاحيان يعني نفس عندنا الدكتور احمد عمزور ما شاء الله عليه وايد فاهم، فيخلونهم يعني لازم نقوي العضل بدل ما نرخي العضل، لان احنا مو بنفس قبل بس نمشي ونتحرك، لا هالايام بس قاعدين في البيت، فلازم نقوي العضل عشان نساعد عن طريق هذه اللعبه. لو نشوف التمارين الثانيه ان شاء الله. الحين خلصنا من upper body، بنراويكم تمرينين مال lower body اللي هو السكوات. فسو سكوات جود، اذا تلاحظون انزل عصام، اذا تلاحظون ركبته ما قاعد تطوف اصابع ريوله، فالركبه مو على داخل لا طالعه برا، فهاي شيء وايد مهم، اذا الركبه تدش على داخل. كثير من الناس تجهل هذه اللعبه وشلون النزله تكون عندهم غلط. صح، فمثلا ينزلون والركبه وايد طايفه الاصابع، فايش يصير؟ ستريت اواي تحصلون الم في الركبه، فقبل ما احد يسوي السكوات احنا نخليهم يرخون العضل، ففي شيء اسمه فوم رولينج. ممكن تاشر لنا على المفصل اللي ممكن يستفيد منه؟ هني، فلازم نرخي هالعضلات او هالعضلات اللي هني او هني عشان يقدر ينزل في السكوات بالراحه، يعني تخيلوا روحكم لابسين بنطلون حد ضيق ما بتقدرون تتمشون عدل،
فلازم نوسع البنطلون شوي اللي هي العضلات اللي هني دور مدال الركبة عشان يقدر ينزل سكوات عدل حتى في الحوض. جميل. هذه اللعبة لعبة الكالستانكس تساعد على بناء العضلات؟ إيه نعم طبعاً، يعني ما عليك منه ومنه، هو أنا مرتاح شكلياً كذي وهو مرتاح شكلياً كذي حق التمارين اللي إحنا نبي نسويها. في أوادم يون ما يبون يسوون حركات بس يبون يبنون عضل، فهم إيش لازم يسوون؟ يزيرون التكرار ويأكلون أكثر عشان وزنهم يزيد ويكبرون العضل. في ناس يبون يضعفون فنعطيهم تمارين ثانية نفس الكوماندو بلانك بدال البشب عشان ليش؟ يخسرون الوزن، يخسرون كل شيء، ويعني يرتاحون نفسيا لأنه هاي الجول مالهم. different goals different movements. نقدر نلعب هذه اللعبة كل يوم مثلاً أو بس مثلاً مرة في الأسبوع، لأن أتوقع أنها هي تكون قوية شوي. إيه كمبتدئ حتى إذا أحد يلعب خلينا نقول كروسفيت ولا جيمباز ولا يروح الجيم يشيل الحديد، كبداية 3 مرات في الأسبوع هو كفاية، لأن العضلات والمفاصل مو متعودة على هالتمارين. ثلاثة أيام كبداية أوكي، عقب 3 أشهر 4-5 أيام. وهاللعبة حالاتها أن تقدرين تلعبينها في أي مكان. هي اللعبة خارجية بس تطورت وصارت داخلية، بس المعروف عنها أن هذه اللعبة خارجية تعتمد على الأعمدة، صح؟ فهل هذه اللعبة آمنة للقيام بها؟ يعني شوفها، احنا بنعلمك أشياء والباقي عليك، يعني مثلا انت شريت سيارة بس يعتمد عليك انت اذا تبين طريقة السياقة رونج سير ولا شيء، نفس الشيء هني will teach you the basics، شوي شوي تاخذين على الوضع والباقي عليك، بس حدها آمنة. يعني جميل، كل شخص يقدر يلعب هاي اللعبة حتى الصغار. اي نعم، عندنا من 4 سنوات ل 65، فحق الكل هو شيء وايد فن. لو تخبرنا بعد بعض التمارين تراوينا وتراوي المشاهدين. وهاي التمرين الحين بيكون حق الجلوت بريدجز، هاي التمرين وايد بيساعد على آلام الظهر. زين، فدائما لما تنزلون هني في هالوضعية لازم تقدرون توصلون أياديكم للكعب مريل. زين، ومن هني بس ترفعون الحوض وتنزلون. شنو الجهة المستفادة من الجسم لهذا التمرين؟ ممكن تراوينا؟ فأي شيء من هني من اللور باك لهني. اوكي، فعندكم الفخذ، المقعد، اللور باك، كل شيء ويا بعض. فشيء وايد مهم لان احنا دائما اذا نقعد يصيدنا ستريس هني في هالمنطقه حتى يقوي الحوض بعد. يعني هو يعالج حتى على الام الظهر؟ اي نعم. جميل جدا. من بيجنرز تكون تمارين معالجه للادفانس اللي نتوازن على اليادي وكل شيء. شكرا لك، طبعا احنا مستمتعين واستمتعنا واستفدنا في حضوركم معنا. شكرا لكم ونشكر تواجدكم اليوم. مشاهدينا خلونا ننتقل الى فقره المطبخ، واليوم راح تقدم الشيف اريج معتوق وصفه مفيده وسهله التحضير. خلونا نتابع هذا التقرير ونتعلم مع بعض طريقه عمل سلطه الفراوله عشان نقدر نستمتع فيها في البيت. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في فقرة صحي وسريع. راح نسوي اليوم سلطة صحية صيفية لذيذة بمكونات جدا بسيطة. هذه السلطة هي سلطة الفراولة، لها صلصة خاصة طعمها شوي حامض على حلو، مكوناتها صحية. خلونا نشوف الطريقة. راح نحتاج حوالي 2 كوب من الخضروات الورقية، ممكن جرجير، ممكن خس، ممكن أنواع خس مثل هذه. 1/2 كوب من جبنة بيضة، جبنة الفتة، قليلة الدسم والملح، مقطعة مربعات، فراولة طازجة، حوالي 1/2 كوب من الجوز. بنخلي الخس في طبق التقديم بهذا الشكل، وراح نقصص الفراولة إلى شرائح. راح نزينها بهذا الشكل، نصف الشرائح. هذه السلطة خفيفة صيفية طعمها جدا حلو، تمازج الأطعم الحلو مع الحامض مع السويت. كنا نحتاج بعد شرائح كبار من الفراولة، ممكن انكم تجهزونها قبل مدة بس تضيفون لها الصلصة قبل التقديم. اوكي، راح تكون بهذا الشكل. بعد الفراولة راح نصف حبات الجوز بهذه الطريقة. طبعا قبل التقديم نخلطه مع الصلصة وتنخلط كل المكونات بس علشان يكون الشكل حلو في التقديم. سلطة سريعة وسهلة، مكوناتها بسيطة. اخر شيء بنحط المكعبات في النار.
بهالطريقة خلصنا من السلطة. راح نحضر الحين الصلصة. للصلصة راح نحتاج حوالي 4 ملاعق طعام من خل البلسمك، ملعقتين طعام من زيت الزيتون، ملعقة طعام من العسل، ملعقة طعام من الخردل الماستر، ملعقة شاي من الأوريغانو، ونص ملعقة شاي من الفلفل المجروش، هذا اختيارية. راح نخلط كل المكونات ونقدمهم مع السلطة. نخلطهم عدل، راح تعطي السلطة طعام لاذع حامض على حلو. بس نخلطها فقط قبل التقديم، ممكن نجهز السلطة ونخليها في الثلاجة مع الصلصة، ولكن الخلط يكون قبل التقديم فقط. وبالصحة والهنا. تحبين السلطة عايشة؟ أنا وايد أحب السلطة بجميع أنواعها، وقاعدين نشوف التقرير إنه في سلطة الفراولة. يعني أنا قبل ما كنت أحب السويت في السلطة، بس الحين صرت أحب وأحب مثلاً حتى سلطة الرمان. تتحبين الفراولة بعد تضيف مو بس سويت، حتى حامض. فتضيف لك نكهة قوية مع الليمون. مع الليمون تميز. خلينا منان ننتقل للموضوع الثاني مشاهدينا، التسلط أو التنمر، كلها أسماء لظاهرة منتشرة في مجتمعنا وطالة الطفل أيضاً، وخاصة في الوسط المدرسي أو المجتمعي. مشاهدينا خلونا نتابع هذا التقرير اللي يتكلم عن التسلط والتنمر. حديث أكثر حول موضوع التنمر معنا اليوم الدكتورة شريفة سوار، استشارية العلاج النفسي والسلوك المعرفي. صباح الخير دكتورة. صباحك الله بالخير ونورتينا. أهلا فيكم دكتورة. أغلبنا مر في مرحلة في حياته أو أقل مرحلة من حياته في التنمر، ممكن تفهمينا شنو التنمر؟ التنمر أو الاستئساد أو الاستقواء أو التسلط، مثل ما قلتي قبل شوية، هو نوعا ما تسلط شخص يعاني من اضطراب في شخصيته على أشخاص معينة يختارها. يكون عادة هذا المتنمر عنده إحساس كبير جدا بالوحدة والإهمال، يعني لها أسبابها النفسية. يعاني من أنه هو ما عنده صديق، ما عنده أحد يتكلم وياه، ما عنده، الوالد مو موجود، الوالدة مو موجودة، أصدقائه ما يثير اهتمام أي أحد، فيتعمد أنه هو يلفت الانتباه، يكون خاوي من الداخل، فاضي، مثل ما احنا نقول تشارج العاطفي، خائف، خالي من الشحن العاطفي. غالبا يكون هاي بسبب غياب الأب عن المنزل،
يعني ممكن الوالدة تكون موجودة، بس طبعاً الحين الكل يعرف إنه بالواتساب والتكنولوجيا الوالدة دائماً مشغولة والوالد كله برا، فإحنا نحمل مسؤولية دائماً إلى غياب الأب في هذا الموضوع، في الاستقواء، ظاهرة الاستقواء على الأطفال الآخرين. كم أستاذة كيف ممكن نميز إن مثلاً الولد أو البنت تعرضوا للتنمر أو التسلط؟ أول شيء يسوونه إذا كان في المدرسة يرفضون أنهم يروحون المدارس، لأن البنات شطار في إطلاق الإشاعات، فإن هي ممكن تحلق هي بربعها حوالين واحدة من البنات تطلق عليها إشاعة أو شيء، فتتعمد أن هي تقطع علاقاتها بالآخرين، تكره البنات فيها، تتهمها بأشياء ما سوتها، فتخلي تحس أن هذه البنية منعزلة. إذا الولد يتعرض للضرب فيصير عادة ألم في البطن لما يقعد الصبح، ألم في الرأس، رفض روح المدرسة، يرفض روح الحديقة، يرفض يحل الواجبات، يرفضون يباشرون أو يقومون بأعمالهم اليومية، الأكتيفيتيز الديلي أكتيفيتيز اللي هم متعودين عليها، لأن يكون في شخص هناك يمارس عليهم التنمر. شنو توجهين نصيحة للوالدين؟ أن شلون يعززون ثقة طفلهم بنفسه؟ في كل أنحاء المملكة عندنا برامج لتقوية المهارات الحياتية، فلو إنهم يدخلون أولادهم في هذه البرامج فيتعلمون المهارات الحياتية. إحنا ما نبي نعالج الظاهرة بالعنف، يعني أنا ممكن أقول إنهم ممكن لو دخلهم كورسات الأيكيدو ولا المارشال آرتس ولا التيكواندو ولا غيره، بس أنا كذي حليت مشكلة بمشكلة عنف أخرى. ففي هاي الحالة إن لو دخلناهم في كورسات المهارات الحياتية اللي هي مهارات التواصل، التعاطف، النيغوشيشن، التفاهم، كيف تكسب الأصدقاء، building relationships، العلاقات الصحيحة، ممكن يكون أفضل. بس في نقطة لازم نوصلها للطفل المتنمر عليه، إن it's not your fault، هي مو بغلطتك، فأنت ما تتحمل المسؤولية. ما نوجه له تهمة أن أنت ضعيف الشخصية فعلشان كذي هم تنمروا عليك، فإحنا ضحينا فيه مرتين، هو ردي ضحية، فتمارسون عليه بعد أنه هو أن أنت بسبب ضعف شخصيتك تنمروا عليك، فهني كسرناه، ما حسسنا أبدا بالثقة بنفسه. فالمهارات الحياتية بعد في قول رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم وقفنا ما نعلم الأطفال الفروسية والسباحة والرماية، فصار الطفل ما عنده ذيك الثقة ولا أخلاق الفرسان. يعني النبي ما كان يدري أن احنا في بينا يوم ما بنستخدم الفروسية للحروب، ولكن الفروسية أخلاق قبل أن تكون حروب. فيعني إذا تذكرون في المسلسلات أو في الأفلام بتشوفون الفارس إذا يبارز فارس وطاح سيفه ينتظر لين يشيله، الحين لا، الحين صار يضرب الأعزل، صار في العنف الأسري الرجل يمد يده على زوجته العزلاء أو أولاده الصغار، لأن افتقدنا أخلاق الفرسان. صحيح. نعم دكتورة، لو تخبرينا عن أنواع التسلط أو التنمر وأكثرها ضرر على نفسية الطفل بالتحديد. في التنمر الجسدي مثل الفرص والقرص والضرب والإهانة، الإهانة بتكون أكثرها العنف النفسي أو الاستقواء النفسي، بأنه هو يطلق عليه إشاعة أو يتهمه بأن ارتكب مثل ما قلنا بعض الأشياء الخطأ، التهديد، نظرة الغضب، أن الطفل يكون خايف، خصوصا يكون يمارس التسلط على من هم أصغر منه في السن، وإذا سوى له عصابة جانجز فتكون هذه الشلة اللي احنا نسميها في المدرسة، ويتعمدون أنهما كأننا يمدري لتذي عشان بالعمالة يطوف هذا الياهل، يطيح، يضحك عليه، يمارس عليه الاستهزاء، يتطنزون على اسمه، يتطنزون على شكله، على جسمه، على هندامه، على أي شيء، فيمارس عليه نوع من العنف النفسي، يؤدي بالتالي إلى الطفل أنه دائما يشتكي من ألم في بطنه، قد يؤدي إلى قلق الأطفال، لأن الأطفال مشكلة قلق الأطفال هذا أصعب شيء في العلاج عندنا، لأن أنت ما تقدرين تدخلين في مخه حتى تعرفين وش قاعد يفكر، وفوق كل هذا هو أصغر من أنه يقدر يعبر لك عن اللي بداخله، ما يعرف يقول لك أفكاره شنو. فيما ندر إذا باب الحوار مفتوح بين الوالدين والطفل، إنه يجي الطفل ويقول إنه ترى أنا أتعرض لكذا كذا كذا، فيما ندر. فبعض الأهالي ما ينتبهون إلى أن تصرف معين من الطفل يأخذونه كساين،
أو أن كلمة معينة يقولها أو أن كثرة أحلامه المزعجة، نعم. التبول اللا إرادي، آلام المعدة، يقعد من الصبح يرفض روح المدرسة، يرفض أحل الهومورك. ففي إحنا التنمر إحنا الكبار ما نسلم منه. صح دكتورة، تقدرين تقولين أن أساليب التربية اللي الأهالي يتابعونها ممكن تكون سبب في سبب أن يكون الشخص هو متنمر؟ إيه، لما تترك الطفل عند الشغالة 24 ساعة، لما تكون هي غايبة، لما تكون قاسية. بعض الأمهات وايد قاسيات في التصرف، وأنا ألف مرة في كل محاضرة أقول لهم الصراخ أصلاً، يوم اللي تصرخ المرأة تفقد أنوثتها. فإذا ما يحتاج إنك تصرخين، أنت لما صرختي ارتحتي، أنت طلعتي الطاقة اللي فيك، بس أنت طلعتي الأدرينالين في الطفل، فهذا الانزيم اللي انطلق من الدماغ ما ندري بعدين وين يروح، يذوب في الدم وين يروح، هذا يسبب للطفل الخوف، عدم احساس بالامان، تتحول تترجم الى قلق واحلام مزعجه والام في البطن، وتسببنا لتالي معظم الحالات يونك يقول لك انه ودينا لك كل الدكاتره ما في فايده، ما في شيء، قالوا لك انه عضويا سليم. طيب من تقولين لها طيب الحين لو احنا قاعدين كذي في امان الله، يا احد شي دخلنا الباب، شنو صار؟ كلنا بننزهق مره واحده. فهو الطفل في امان الله، ما يشوف الا الصرخه، فزين احنا تسببنا له. بعدين من يحاوره؟ من يعلمه بناء العلاقات؟ اول بدايه بناء العلاقات الصحيحه في المنزل، علاقة الطفل بأمه، علاقة الطفل بأبوه، النقاش، المواضيع. يمكن يشتكون بعض الأهالي من تفاهة مواضيع أطفالهم، طيب علموهم شنو المواضيع اللي لازم يفتحونها، علموهم القراءة، علموهم، ادمجوهم في البرامج الاجتماعية الموجودة عشان يرتقون في تفكيرهم، فتقدرون أنتوا تناقشونهم. بعد إحنا ما منقيس نضجهم بنضجنا، أنتوا كنتوا في يوم من الأيام كنتوا صغار في سنهم، صح ولا لا؟ كانت نفس مواضيعكم، نفس اهتماماتكم. فالغياب، غياب الحوار، غياب الحب. الحب مو بان انا اشتري له ايباد او ان انا اوفر له بدل ماركات، الحب هو الاحتواء، الحب صحيح. احساس بالاهتمام صحيح. ان انا اللي رجعت البيت، يعني خصوصا ان يعني تونا احنا داخلين السنه الاكاديميه الجديده، وان شاء الله يجعلها الله سبحانه وتعالى يا ربي سنه خير للجميع. أول ما يرجعون من الإجازة على طول يقعدون يقولون أبوي سوالي، أبوي شرالي، أمي شرت لي، أمي ودتني، سفروني. ففي بعض الأطفال عندهم نقص، لأن طول الإجازة الصيفية ما حد سوالهم ولا شيء ولا برنامج، فما عندهم شيء يشاركون فيه. الغيرة تذبحهم فيمارسونها، يمارسون التسلط والاستقواء على الآخرين، فيشق دفاترة، يبوق أغراضه، يتسلى في المحايا ما يردها، يتعمد إنه هو يطرده من الجروب، المجموعات اللي حين يشتغلون فيها، يتعمد إنه هو يحرجه، يأخذ منه الشيء اللي يكسر نظارته، يعني يغيظه بالطريقة اللي ممكن تسبب له أذى نفسي. بما أن ذكرتي دكتورة أن إحنا في الوسط المدرسي، نعم. بما أن الموضوع له علاقة في المدارس، هي أحد الأوساط اللي يصير فيها يحصل فيها التنمر، نعم. فشنو الكلمة اللي ممكن توجهينها لمن يهمه الأمر بخصوص المدارس والإدارة عشان يعالجون ذي الموضوع؟ الموضوع هذا لازم نأخذه بعين الجدية. المشكلة أن في المدارس عدد الأطفال أكبر من عدد المشرفين الاجتماعيين، فإحنا ما نلومهم لو صار أي تقصير منهم، لأن إذا كان كل مدرسة فيها 1500 طالب 3 مشرفين، أنتوا في البيت كأهالي مقادرين تسوون سيطرة على طفلين، صحيح. كيف تطلبون منهم أن يسيطرون على 1500 وحلون 1500 قنبلة موقوتة؟ كل طفل عنده سلوكياته، كل طفل عنده سلوك معين لازم يخلص منه، وهو التعاون بين البيت والمدرسة مطلوب، ولكن البيت هو الأساس. يعني تقوية أواصر العلاقة، يعني تطوير الحوار بين الوالدين. فأنا إذا كونت علاقة صحيحة مع عيالي في المدرسة بيكونون يشرفوني بعدين في نفس الوقت إذا المدرس بعض الأحيان حب إنه هو يقوم سلوك أحد الطلبة، جميل، طارت وراء الوالدة بالعباية طيب يعني تبونهم ربونهم ولا لا، حتى يكون بينهم وبين طلبتهم هناك في ثقة ومودة، خليني نقول عشان حتى حالة أبوة، يعني حتى الطالب ممكن أنه هو يشكي حق مدرسة إذا
مثلا ما لقى امه وابوه مثلا المدرس ممكن هو ينصحها يرشده يروح يكلم مثلا الاطفال اللي مثلا هاوشوا فيعني حتى المدرسين بعد لهم دور هيبتهم لهم دور في الفسحه مربيين الاجيال اي هم مربيين الاجيال ما نقلل من قيمتهم اكيد لكن هم مساكين مطلوب منهم شيء كركلم لازم يخلص في وقت معين وممكن مطلوب منهم الاهتمام بالطلبه اكثر من يعني من ايش اسمه في طلبه يسوون يسببون لهم ازعاج انزين انا في عز التدريس في عز الهاي هذا قاعد يسوي حركه لفت انتباه المدرس هنا بيهمل 30 بيركز على واحد ذاتس نوت فير بعد مطلوب منه فالكوميونيكيشن بين الاهل والمدارس لازم يكون موجود on daily basis يعني بحيث انهم مثل ما هم الحين يسوون الاتصالات اليوميه بس مو معنى هذا ان انا على طول ان انا الجا في بعض المدارس يلجؤون الى تعهد او فصل او شيء لما انا افصل الطالب من المدرسه انا ضريته هل هذا اجراء سليم غير سليم لان الطفل اصلا بيروح يقعد في البيت ايش بيستفيد انت ما عاقبته اذا هل ممكن انه هو يبث فيه الخوف وما يبي بفيل وناسه كل يوم بيسوي لك مشكله علشان يفصل يوم عشان يغيب عشان يفصل بيقعد على البلاي ستيشن البلاي ستيشن لازم نخلي الاتصال الاطفال فيها الحين المفروض ايام المدرسه لازم يشالون وبعدين هاي الفورتنايت والحوت الازرق والى اخره هاي كلها بلس 18 هذا يسبب مشاكل للاطفال يعلمهم العنف اكثر فيطبق في المدرسه وبعدين انت ما تدري الطرف الاخر اللي قاعد يلعب وياه هل هو من سنه ولا اكبر منه شيء بس فيه من سموه صحيح. يعني دكتورة إذا وقفنا الألعاب وهذه ممكن يوقف التنمر؟ إذا وقفنا وحكرته في غرفة وتملل الطفل أنا ما أكيد. حليت المشكلة إذا بوقف البلاي ستيشن وبعتني فيه يعني في بعض الأهالي الله يهداهم يجيبون لك 6-7 من قدر ربي حين 6-7 أطفال يقول لك يجي للطفل برزقه لا طبعا الرزق سندويشة الجبن تشبع أنا أبي أشبع عاطفيا أبي أشبع اهتمام أبي أعده تلونش هم في المجتمع أبي أهده في وسط المجتمع قبل ما أنا أمشي عنه يكبر يكون بناء بنيت أنا شخصيته إذا بنيت شخصيته وهو ما أشبع عاطفيا صحيح وإذا صحيح. ما أشبع عاطفيا من المنزل بلاقي برا أذرع مفتوحة والشلة الفسدانة برا ترى تنتظره فدور الأهل أكبر من دور أهل المدرسة يعني أنا ما أقلل من دور المدارس واحترامي لكل أساتذتي لو ما هم أساتذتي درسوني أنا ما صرت دكتورة تحية لهم كبيرة يعني لكن أساساً المنزل الوالدين صحيح. فللقضاء على التنمر تقوية العلاقة الأسرية مع الأطفال وفتح باب الحوار قنوات الاتصال بحيث أن الطفل يقدر يقول لأهله كل اللي يقدر يقوله من غير خوف صحيح. العين بالعين يقدر يقول لك أساس لا تعلمه على الكذب لأن الكذب أول شيء الصرخة تسبب تؤدي إلى الكذب للدفاع عن النفس بعد الكذب بيصير عنف أسري أو عنف نفسي يمارس عليه أوتوماتيكلي بتصير سرقة من بعد السرقة فهو أكيد في تنمر على الآخرين فسرق أغراض الآخرين فهي حلقة يجب أن تقطع بتقوية العلاقات الأسرية نعم دكتورة استمتعنا معاك ولقائك كان جدا جميل وإن شاء الله ما يكون في تنمر لا في المدرسة ولا برا المدرسة إن شاء الله يا رب إن شاء الله شكرا جزيلا لك شاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم من جديد عايشة حب من كثر ما البنات يتسوقون كذي تتوقعين عندهم مكان في البيت يحطون الثياب؟ انا اتوقع ما عندهم، اتوقع يبي لهم خزانه ذكيه كل زاويه فيها في الخزانه يستغلونها بشكل صح عشان ممكن انها تكفي. تهجين اصلا في خزانه تكفي؟ في بالذات بالاختيارات اللي احنا نحتاجها يعني تحسين ان احنا عندنا اشياء تتصفط، اشياء تتعلق وبالذات الانواع مع تطور الحين ومع الديزاينات اكيد صار في يعني عده خيارات ممكن الواحد انه هو يختار الخزانه الصح اللي تناسب حجم غرفته خلينا نقول وتناسبه هو ماديا. خلينا نقول حق مشاهدينا تعتبر خزانة الملابس من أهم قطع الأثاث اللي يجب اختيارها بعناية وبحسب الحاجة واستخدام صاحب الغرفة وفي الآونة الأخيرة تفنن مصمم الديكور في تقديم أشكال مبتكرة وعصرية لخزائن الملابس ولكن كيف يمكن اختيار ما يناسبنا من خزائن؟ بنتعرف على أهم الشروط من خلال هذه التقرير
90% من الزبائن اللي عندنا يجون يكون ما عندهم اي فكره عن طريقه التخزين وطريقه التوزيع الموجوده. قليل جدا من الزبائن اللي يكون عنده فكره عن احتياجاته الاساسيه الموجوده. احنا بخصوصنا بسوق الخزائن احنا دائما نقول للزبائن عن شنو اللي يحتاجونه في المساحه المتاحه لديهم، مساحه معينه، مساحه صغيره، بشلون انت تستفيد منها 100%. وفي حالة اذا كانت المساحه جدا صغيره دائما نقول للزبون اذا عندك مساحه اكبر منها تروح تسوي في الخزان الجديد المساحه الجديده بحيث انك تستفيد 100% من المساحه الموجوده، ونعطيه خيارات اوسع من ناحيه التخزين، من ناحيه التوزيع، من ناحيه طريقه الاستخدام وطريقه التخزين بشكل عام. بالنسبة حق الأشياء الإضافية، توجد حالياً عندنا مجموعة كبيرة من الإكسسوارات اللي تعطي طابع جميل وطابع تخزين مبتكر، بحيث أنك أنت توفر مساحة بقدر الأمكان وبنفس الوقت أنك تستغل المساحة من جميع النواحي، من ناحية تخزين علوي، تخزين أرفف، من ناحية تعليق ملابس، من ناحية الشنط الهاند باك. كل هذه الأمور لها إحنا الآن موجودة إكسسوارات كبيرة بحيث أنك تعطيك مساحة أكبر للتخزين بنفس المساحة المتوفرة عندك. في حالة وجود خزانة موجودة عندك بحيث أنك تبي تغير نوعية التخزين عندك بحيث أن تكون عملية بشكل أكبر، انك تدرس في النقطة الأولى احتياجاتك وطريقة الملابس اللي أنت قاعد تستخدمها. مثلا تستخدم طريقة الملابس، هل أنت تلبس مثلا دائما ثوب، تلبس بدلات، بحيث أنك تتوزع التوزيع الداخلي بطريقة التوزيع الداخلي على حسب احتياجك واللبس مالك أنت اللي تحتاجه بشكل عام. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، موعدنا يتجدد معاكم بكرة في نفس الموعد، مواضيع وضيوف مختلفين، كونوا على الموعد، مع السلامة، في أمان الله.